مساء الخير، اخباركم ايه النهارده؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن منتج جديد اتسالنا عنه كتير برضه، ازاي يفرق فيه بين الاوريجينال والفيك. هنتكلم النهارده عن كريم القهوه، معايا واحد اوريجينال ومعايا واحد فيك. اول حاجه عندي ان كريم القهوه ده هو كريم تايلاندي ممتاز جدا جدا بالنسبه لسعره وبالنسبه لحجمه، كمان حجمه الكبير ان هو بيستخدم في اول حاجه في التخسيس، يتخسس معايا المناطق بالنسبه للذراعين، بالنسبه للارداف، بالنسبه للظهر، بالنسبه للبطن. هو كريم ممتاز جدا للتخسيس، كمان بيشد معايا الجسم بعد لما بخس مثلا، فبحس ان الجلد ممكن يكون فيه ترهلات شويه، بيشد معايا الجلد كويس قوي، كمان بيفتح معايا الجسم وده حاجه كويسه وممتازه جدا. كمان بيعمل حاجه كمان ان هو بيعالج السيلولايت. ازاي بقى افرق بين الاوريجينال والفيك؟ اول حاجه معايا في شكل العلبه الخارجي معايا واحده اوريجينال ومعايا واحده فيك. ان عندي الاوريجينال مكتوب عليها هنا ناتورال فورمولا، تمام. في الاوريجينال بتكون شكلها بيلمع شويه، في الفيك بتكون مط بالشكل ده. في الشكل الخارجي الكتابه على الاوريجينال بتكون بالشكل ده اوضح من الكتابه على الفيك. طب من الشكل من ورا، ان الكتابه في الاوريجينال من ورا بتكون بشكلها لونها ابيض بالشكل ده، في الفيك بتكون اخده اللون الاصفر. عندي كمان لما باجي افتح العلبه بالمنظر ده، في الاوريجينال العلبه بتتفتح لجوه اللي هو يطفي الفيك، بتتفتح لقدام بالشكل ده. عندي موجود عليها تحت السيريال نمبر في الاوريجينال، هما نفس السيريال نمبر للاسف، في اختلاف. ايه هو اللي عند الاكسباير بتاعها؟ فوقيها في الرقم بتاع المنتج، عند الفيك مش موجود، موجود بس الاكسباير، تمام. الشكل الداخلي بقى عندي دي الاوريجينال ومعايا واحده فيك، هلاقي عندي ان الاوريجينال الكتابه واضحه وظاهره عليها كده زي ما هو واضح، غير الفيك خالص ممسوحه، تمام. عندي كمان من ورا الاوريجينال، تمام، شكلها افتح من الفيك زي ما هو واضح. ان الكميه بتاعتها اخده الشكل في الاوريجينال، اخده الشكل الطولي بالشكل ده. شفت شكل المنتج من جوه، وده اهم حاجه، ان الاوريجينال من جوه ريحته بتكون شبه ابو فاش شويه، يعني ريحته قويه شويه. كمان لونه من جوه اصفر، اخد اللون ده زي ما هو واضح، مش عارفه واضح في الكاميرا، اخد اللون الاصفر، ريحه ابو فيس، خلينا محافظين ده. طيب الفيك بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيكون دي ريحه نعناع ولونه مختلف، لونه اخد بينك بقى، مش اصفر، اكن زيت مخلوط بكريم. اتمنى اكون ان انا قدرت اوصل لكم ابرز الفروقات بين الاوريجينال والفيك، وعرفنا الفرق بينهم. وطبعا مش هقدر احط حاجه على جسمي انا مش متاكد منها، ومش عارف هي معموله من ايه اصلا، وما اعرفش فوائدها ايه، وطبعا هي مش هتخسسني، وطبعا هي مش هتعالج السيلولايت لان هي مش اوريجينال. اتمنى الفيديو لو عجبكم تعملوا لايك وشير وكومنت الفيديو. شكرا.